السلام عليكم خوتي، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. المهم مع الطبيعه ديال اللي مورايا وقيل عرفتوني في كاين انا. المهم كاينه غنخليكم مفاجاه، لا شي حاجه نقول لكم فين انا. باقي كنتسناو. المهم اللي اول مره كيشوفنا ما ينساش يشترك ويعمل ابوني معنا باش يوصلوا الجديد. تبارك الله عليكم اخوتي، جبرتوني في شفشاون انا نوريكم راس الماء. ها هي راس الماء، شتوها؟ هذه هي راس الماء اللي انتحت. المهم هاد الفلوق هذا، المهم هاد الفلوق هذا نحاولوا اخوتي ننزلوه كما هو، ما نعملوا لا موسيقى لا حتى شي حاجه. نخليكم وما نهضرش بزاف فيه، نعمل غير مقدمه ونحطكم مع الطبيعه والمهود. زعما صراحه احسن مدينه في العالم والله العظيم. زعما اجيو من الشفشاون يعني مناظر مزيونه، انتم تشوفوا بعينكم اخوتي. نحاول نلقطكم اي شي حاجه اللي مزيون. صافي اخوتي، تهلاو في راسكم، دعمونا اخوتي، بارطاجيو. تبارك الله عليكم اخوتي، تهلاو. ديديكاس با حاصل من هذا المنبر هذا. خوتي صورتكم شي حاجه من فوقي، ودابا نهود من البلاصه اللي كيصبنوا فيها. المنظر حايل هنايا والله الا شو الماء هنايا عاود. غنبقاو نتعمقوا في الناس دابا. والله الا الدراهم السهل. صافي اخوتي، خليكم انا نصوركم ديك البلاصه اللي فيها الماء. تبارك الله عليكم اخوتي، باقي بلوك طويل. كتشوفوا اخوتي جبرتونا مع الحيوان. ها شوف فيا، شوف فيا، شوف فيا. والله ها انت شوف. ها هما اخوتي جبرتوني هنايا باقي في هذا الواد هذا. ها انت شوف على الطبيعه يا سلام. جبرتوني غنمشي نصوركم شفشاون من الجهه اللي هم، وغنصوركم دار بنات لاله منان، عرفتوها ياك. المهم خليوها، كنتمنى الفلوق يعجبكم. تبارك الله عليكم اخوتي، الله يبارك فيا وفيكم. ها هو شوف ما يجري قدامي، ها هو شوف.
ديك الجبولة تبارك الله اخوتي، شوف شحال عالين، شوف شوف شتي قداش. صوركم شويه هنايا التراوقه مزيونه، نعاود واحد الديكوراسيون تاع حيت اخوتي خليكم معانا. ليه ما علاش هذا كيخاف؟ هذا خوف هذا. باش باصو نفوس في الواد، هذا الواد كاين الزنيقه من غنخرج، غنخرج من هنا هاد الزنيقة هاد. ها انت شوف، فحال الفار. ها انت شوف شوف كتخرج تحت الواد، كاين الناس من فوق. يا شوف شوف هادي 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 كتعيط من ختها، شوف ختها فين عودت. شوف ها انت شوف هادي الفوق، هادي هبطت من ساعة صافي.
الله تقول الناس حسب الارض. هاني هاني الله يعز. شبار سوني جالس اخو سيدي عيس مره والله الا تبارك الله على ما نادر عندهم هنايا قسما بالله شي حاجه صراحه خوف والله. يا شوش انت جالس وهادو هو اللي نخدم فيهم. لا هو صاحبي والله هو تبارك الله الواد هو مورايا. شوف هذا الواد اللي كاين الله يعز. شوف عجبوني راسي واعي والله الا جيو شفتها وانا خوتي تسالوا تفوجوا مع راسكم. تبارك الله عليكم خليكم نصوركم دار بنات لالا منان. ما خوتي جينا نصوركم دار بنات لالا منان هي هادي. حنا واقفين في الباب وكندوقو ما كاينش العساس هنايا عاملين هاد الشباك هذا يعني ممنوع الدخول تما. انت غنحاول نصوركم هي من هنا. هادي هي دار بنات لالا منان. شو كيفاش عاملها ها البويبه ديالها اللي عقلتو على ديك الوريدات راهم فين. شوفو انت نزوميكم شويه شوفو ما هاد. المهم اخوتي كان هذا هو الفلوق. صراحة عييت مرة عييت حيت لا ما تصور تبارك الله. انا باقي في شفشاونة انت شوف شوفو هنا هاي شوف. المهم اخوتي كان هذا هو الفيديو تبارك الله عليكم اخوتي. شوف على تمارة كنضربو باش نصورو كل شي حاجة في المستوى تبارك الله عليكم اخوتي. اللي عجبو الفيديو لايك بارطاجيوه تبارك الله عليكم اخوتي. اللي فان ديالي العز ليكم. المهم راكم عارفين شنو كاين. غنحاول نعمل جوج الفلوقات حيت ما نقدرش الحراره بزاف والشمس بزاف. المهم اخوتي كنتمنى هذا يعجبكم. كل اخوتي العز ليكم بارطاجيوه. تهلاو اخوتي فلوق لي ماجي ان شاء الله.